السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبايبي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. وهنستكمل معاكم شرح منهج اللغة الإنجليزية، والنهاردة معادنا مع يونت 3 الوحدة الثالثة وعنوانها Why are plants green؟ Why are plants green؟ يعني لماذا النباتات خضراء؟ يا ترى النباتات لونها أخضر ليه؟ بعد كده يبدأ يكبر النبات أو ينمو، يكون عندنا leaves. leaves اللي هي الأوراق، وfruit اللي هي الثمرات أو الفاكهة اللي بتنتج من النبات. يبقى بعد كده عندنا leaves، leaves اللي هي الأوراق، وهيبقى عندنا plant يعني نبات. زي مثلا نبات التوميتو اللي موجود معانا في الصورة ده، توميتو بلانت، يبقى بينمو النبات وبيكون عندنا طبعا لي روت اللي هو الجذر، وبيكون عندنا ستيم اللي هو الجذع بتاع النبات، ستيم النبات ده بيكون لنا فلاور يعني وردة أو زهرة. Some of these flowers، بعض هذه الزهور turns to fruits. تعالوا دلوقتي نشوف the conversation، المحادثة between dad and Salem. dad بيقول له come and look، انظر تعال وانظر. فسالم قال له what is it dad، في ايه يا بابا؟ dad قال له our tomato plants، نباتات الطماطم بتاعتنا are growing يعني بتكبر، on the balcony يعني في البلكونة. look انظر، can you see the leaves، هل تستطيع ان ترى the leaves، the leaves قلنا اللي هي الاوراق، and the flowers والزهور بتاعتها بقى ليها زهور. سالم قال له oh yes but why are the tomatoes green، يا ترى ليه ثمرة الطماطم لونها أحمر؟ داد قال له tomatoes are green before they are red، هما بيكون لونهم green أخضر قبل ما يكون لونهم أحمر. فسالم قال له how do we grow new tomatoes، احنا ازاي بنزرع الطماطم الجديدة، يعني لما نيجي نزرع بقى الطماطم مرة تانية بنزرعها ازاي؟ فداد قال له tomatoes have seeds، الطماطم بيكون جواها من جوا seeds، بذور inside. we can take the seeds، احنا بناخد البذور دي and grow new tomatoes، وبنزرع منها طماطم جديدة. we plant a seed and the plant grows، احنا بنزرع البذور دي وبيكبر النبات. that is called germination، وده اللي احنا بنسميه عملية الانبات. we water the plant، احنا بنروي النبات ده every day كل يوم، and the roots grow، وبتكبر الجذور بتاعته under the soil تحت التربة. the plant grows flowers، وبيكبر منها بعض الأزهار، and the flowers become tomato fruits، وتتحول هذه الأزهار إلى ثمرة الطماطم. سالم قال له that's awesome، دي حاجة رائعة. and I found a red tomato، موجود هنا عندنا في النباتات بتاعتنا طماطماية لونها أحمر. let's have it for lunch، يلا ناخدها على الغداء. ودي كانت ال conversation، تعالوا نقرأها مع بعض مرة تانية، ركز معايا. dad come and look، what is it dad، our tomato plants are growing on the balcony، look can you see the leaves and the flowers، oh yes but why are the tomatoes green، tomatoes are green before they are red، how do we grow new tomatoes، tomatoes have seeds inside، we can take the seeds and grow new tomatoes،
We plant a seed and the plant grows. That is called germination. We water the plant every day and the roots grow under the soil. The plant grows flowers and the flowers become tomato fruits. That's awesome. And I found a red tomato. Let's have it for lunch. دي كانت المحادثة. تعالوا دلوقتي نشوف الفوكابلوري أو الكلمات. أول كلمة عندنا seed. seed يعني بذرة. احنا بالنبات أول حاجة بيكون عندنا seed بذرة. leaf. leaf يعني ورقة شجر. leaf. soil. soil يعني تربة. shot. shot يعني فسيلة أو نبتة. water. water يعني يروي أو يسقي. root. root اللي هي الجذور الخاصة بالنبات اللي هي بتكون في التربة. flower. flower يعني وردة أو زهرة. دي كلها كلمات متعلقة بـ the germination process اللي هي عملية الانبات. تعالوا نشوف الـ verbs أو الأفعال. أول فعل عندنا grow. grow يعني ينمو. plant. plant يعني يزرع. find والماضي found يعني يجد. die يموت. become يصبح. balcony يعني بلكونة. inside يعني بالداخل. is called يعني يسمى أو يدعى. awesome يعني رائع أو جميل. مهم في الدرس ده نتعرف على the germination process أو عملية الإنبات. بيقول لي number one we put the seeds إحنا بنضع البذور دي in the soil يعني في التربة. then we water the seeds إحنا بنروي البذور دي. البذور دي تنمو in roots في جذور يعني بيبقى عندنا جذور بقى في التربة تحت. الجذر ده بيتطور إلى stem. stem يعني ساق اللي هو الجذع أو الساق بتاع النبات. وعلى الساق بتنمو leaves. leaves اللي هي إلى أوراق. بعد كده برضو some of leaves بعض من هذه الأوراق turns to flower بيتحول إلى وردة أو زهرة. وthese flowers make the fruit والزهور دي بينتج عنها في النهاية ايه الثمرة أو النبات اللي احنا عايزينه يعني. ودي كانت the germination process أو عملية الإنبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبيبي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. وحنستكمل معكم إن شاء الله يونت 3 الوحدة الثالثة. Why are plants green? Why are plants green يعني لماذا النباتات خضراء؟ والنهاردة معدنا مع Lesson 2 الدرس الثاني Plants in Egypt. وحنتكلم عن النباتات اللي موجودة في مصر. بعض النباتات اللي موجودة في مصر. Exercise 1 جاب لي هنا 3 pictures 3 صور من أنواع البيئات في مصر. وعندنا هنا 3 text 3 نصوص. تعالوا نشوف أول نص معنا بيقول لي Agricultural Habitat. Agricultural Habitat يمكن كلمة صعبة شوية نحاول نحفظها. agricultural يعني زراعي. agricultural habitat اللي هي البيئة الزراعية. بيقولك farmers work here حيث يعمل الفلاحين في البيئة الزراعية. they grow food for us to eat وبيزرعوا لنا النباتات اللي احنا بناكلها. يبقى agricultural habitat farmers work here they grow food for us to eat. الفلاحين بيشتغلوا في البيئة الزراعية وبيزرعوا لنا النباتات اللي احنا بناكلها. طيب number 2 rivers and lakes. rivers and lakes الانهار والبحيرات. plants near rivers and lakes need a lot of water يعني النباتات اللي بتنمو عند الانهار والبحيرات دي بتحتاج مية كتير. need a lot of water بتحتاج مية كتير. أما النوع الثالث من البيئة اللي هو desert habitat. desert
habitat. بيقول لي في اللي هي البيئة الصحراوية يعني، بيقول لي في البيئة الصحراوية there is not much rain. There is not much rain يعني ما بيبقاش فيها مطر كتير في البيئة الصحراوية. There is not much rain here. Plants that live in the desert، النباتات اللي بتعيش في الصحراء، do not need a lot of water، مش بتبقى محتاجة مية كتير زي الصورة اللي موجودة عندنا هنا. تعالوا دلوقتي نشوف الفوكابلوري أو الكلمات. وأول كلمة معنا في درس النهاردة لوتس فلاور، لوتس فلاور اللي هي زهرة اللوتس. سان فلاور، سان فلاور اللي هو دوار الشمس اللي احنا بنقول عليه عباد الشمس، بس طبعا الاسم الصحيح دوار الشمس. روز، روز، روز يعني وردة حمراء. بين بلانت، بين بلانت اللي هو نبات الفول. ديزي، ديزي، ديزي اللي هي زهرة اللؤلؤة اللي هي تشبه اللؤلؤين أو زهرة الدقحوان. ديزي. أورنج تري، أورنج تري اللي هي شجرة البرتقال. تاماريسك، تاماريسك، تاماريسك أو الشجرة اللي هي نحيلة الأغصان اللي بيكون الفروع بتاعتها نحيلة يعني. تاماريسك. أكيشا، أكيشا، أكيشا اللي هي شجرة الصمت اللي هي شجرة بنقول عليها شجرة السمغ العربي يعني. ريد، ريد نبات ريد اللي هو القصب يعني أو الجريد أو اللي بينمو على المصارف والترع. ريد. تعالوا دلوقتي نقول الكلمات مرة تانية مع بعض عشان نحفظها. lots flower، lots flower، sun flower، sun flower، rose، rose، bean plant، bean plant، daisy، daisy، orange tree، orange tree، tamarisk، tamarisk، acacia، أكيشا، ريد، ريد. تعالوا كمان نشوف بعض الكلمات الإضافية. عندنا بعض الكلمات الإضافية. أول كلمة agricultural، agricultural قلنا يعني زراعي. agricultural habitat يبقى اللي هي البيئة الزراعية. near، near يعني قريب. lake، lake بحيرة. river، river يعني نهر. colorful، colorful يعني ملون. habitat، habitat قلنا يعني بيئة. rain مطر. maize اللي هو نبات الذرة. eggplant اللي هي البتنجان يعني الباذنجان. beetle يعني خنفسة. butterfly فراشة. suitcase اللي هي حقيبة الظهر. يبقى خلي بالي هنا من البلانتس habitats اللي هي موطن النباتات، يعني عندنا بعض النباتات اللي بتنمو near rivers or lakes زي lots flower وزي reed. يبقى lots flower الريد ده بينمو بالقرب من الانهار والبحيرة. bean plant orange tree دي بتنمو في agricultural habitat اللي هي البيئة الزراعية يعني بيزرعها الفلاح. بعد كده desert habitat زي التاماريسك والاكيشا. التاماريسك والاكيشا دول بينمو in the desert يعني في الصحراء. ودلوقتي ميعادنا مع الفاكت فايل او ملف الحقائق، وهنتكلم عن 3 kinds of flowers: daisy, rose and sunflower. زهرة الديزي والزهرة الحمراء وزهرة دوار الشمس. question number 1 بيقول لي how big is the flower؟ how big يعني حجمها قد ايه؟ الديزي from 2.5 to 5 سنتيمتر يعني ما بين 2.5 ل 5 سنتيمتر. روز about 6 سنتيمتر يعني حوالي 6 سنتي. انما الصن فلاور طبعا بتبقى كبيره شويه between 7.5 to 15 سنتيمتر. طيب number 2 how tall is it؟ يا ترى طولها قد ايه؟ يعني الديزي about
10 سنتيمترز، انما الروز about 60 سنتيمترز اكبر شويه، انما السان فلاور طبعا اطول شويه between 1 متر to 3 مترز بوينت 5، يعني ما بين متر ل 3 متر ونص، يعني بتكون طويله. How long does it live؟ يعني عمرها قد ايه؟ Daisy about أو around 6 days، Rose around 10 days، إنما sunflower around 2 weeks، يعني عمرها حوالي إيه؟ أسبوعين. How heavy is it؟ يبقى وزنها قد إيه؟ Daisy around 20 جرام، يعني حوالي 20 جرام، إنما الروز about 50 جرام، حوالي 20 جرام، إنما sunflower تقيلة شوية بقى about 200 جرام، حوالي 200 جرام. يبقى the rose is taller than the daisy. The daisy is more colorful than the rose. هنا بيقول لي ايه؟ مقارنة الصفات بيفكرني بيها، يعني بيقول لي ان rose taller than، يعني اطول من the daisy. انما the daisy is more colorful. هنا tall صفة قصيرة، انما colorful دي صفة طويلة. احنا قلنا الصفات القصيرة بنحط er والزان، انما الصفات الطويلة more والصفة والزان. هنا بيعمل لي ايه؟ بيفكرني بمقارنة الصفات اللي أخدناها في يونت 2. دلوقتي وصلنا معاكم للجزء الخاص بالجرامر أو القواعد، وهنستكمل معاكم شرح adjectives الصفات. احنا كنا خدنا في يونت 2 comparative، comparative اللي هي المقارنة، تعالوا نفتكرها مع بعض. احنا قلنا الصفات هنقسمها نوعين، صفات قصيرة وصفات طويلة، short adjectives and long adjectives. قلنا الصفات القصيرة لما نقارن بين اتنين بنضيف للصفة er وzan، taller than، longer than، heavier than. أما الصفات الطويلة بنحط قبل الصفة more وبعد الصفة than، يبقى مثلا more colorful than، more dangerous than. ده الكلام اللي أخدناه في unit 2. إنما إن شاء الله هنا في unit 3 هناخد الدرجة الثالثة من الصفات، وهي superlative، superlative adjectives اللي هي صيغة التفضيل. نلاحظ إن إحنا في المقارنة بنقارن بين اتنين، أما في صيغة التفضيل هنا بنقارن ما بين واحد ومجموعة تانية، بنقارن ما بين واحد ومجموعة اللي هو اسمه التفضيل. بيقول لي أول حاجة we use superlative adjectives to compare between three or more things، بنستخدمها عشان نقارن بين ثلاث أشياء أو أكتر، يعني واحد قصاد الباقي. Number one formation اللي هو التكوين. الشورت adjectives هنحط للصفة est وهيجي قبلها the، انما اللونج adjectives هحط قبل الصفه the most، بس كده هحط قبل الصفه the most. يعني لو صفه قصيره مثلا زي big، احنا قلنا بتضاعف حرف الجي على فكره، وبعد كده بنضيف est، يبقى my cat is the biggest on our street. my cat is the biggest. هنا عملت ايه؟ ضفت للصفه est وجبت قبلها the، يبقى the biggest يعني الأكبر. إنما لو صفة طويلة مثلا زي beautiful مش هينفع أقول أضيف لها est لها في الآخر، لأ بنحط قبلها the most، يبقى the most beautiful. جاب لي هنا table of examples، جدول مليء بالأمثلة، يعني type of adjectives. هنا most adjectives يعني معظم الصفات بنحط لها ايه؟ est، زي old، the oldest، the oldest، nice، the nicest، the nicest. إنما بعض الصفات اللي بنضعف الحرف الأخير زي big قلنا حتى في إضافة er بنضعف الجي ونضيف er، وبرضه في إضافة ال est بنضعف الجي، وكذلك برضه thin بنضعف ال n قبل ما نضيف ال est. يبقى the biggest، the thinnest. طيب الصفات اللي تنتهي ب y، احنا قلنا قبل كده بنقلب ال y ل i ونضيف est، زي heavy the heaviest، happy the happiest، يبقى بنقلب ال y ل i ونضيف est. اما ال long adjectives بنحط قبلها the most، ال long adjectives بنحط قبلها ايه؟ the most. هنا جاب لي بيقول لي don't forget we add than after the comparative adjective، احنا بنضيف than بعد مقارنة الصفات، يعني زي tall اهي نضيف لها er وzan يبقى taller than، انما long adjectives يبقى more والصفة وzan. the snake is more dangerous than the spider، we add the before the superlative adjectives، a snake is the scariest animal.
يبقى الصفات هنا درجة التفضيل بنحط ذا وبنحط للصفة اي اس تي، اما لو صفة طويلة هنحط قبلها ذا موست. وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية lesson 2 الدرس الثاني. استنونا في درس جديد على قناة مستر سيد. جود باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبايبي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية، وهنستكمل معاكم شرح يونت 3 الوحدة الثالثة Why are plants green؟ لماذا النباتات خضراء؟ النهاردة معادنا مع lesson 3 الدرس الثالث، والدرس الثالث connected with science مرتبط بمادة العلوم، وتعالوا أول حاجة نبدأ بيها الـ key vocabulary. كلمات درس النهاردة، وأول كلمة معانا كلوروبلاستس. كلوروبلاست اللي هي البلاستيدات الخضراء بتاعت النبات اللي هي بتخلي النبات لونه أخضر. تاني كلمة معانا مايكروسكوب. مايكروسكوب اللي هو المجهر أو الميكروسكوب يعني. كربون ديوكسيد، وكنا أخدنا الكلمة دي قبل كده، كربون ديوكسيد اللي هو ثاني أكسيد الكربون. بولن، بولن اللي هي حبوب اللقاح. ستيك، ستيك يعني يطفو. بعد كده كلمة فلوت، فلوت يعني يطفو. ستيك يعني يلزق، وكلمة فلوت يعني يطفو. بوليوتد، بوليوتد يعني ملوث. بوليوتد. اير، اير يعني هواء. طب نقرأ الكلمات دي مرة تانية مع بعض يلا. كلوروبلاستس، مايكروسكوب، كربون ديوكسيد، بولن، ستيك، float، polluted، air. تعالوا دلوقتي نشوف الـ extra vocabulary أو الكلمات اللي ضافت. أول كلمة معانا travel away. travel away يعني يسافر بعيدا. light، light يعني خفيف وتيجي بمعنى ضوء كمان. cell، cell يعني خلية. جسم الإنسان أو النبات مكون من ملايين الخلايا. cell. wind، wind يعني رياح. gas يعني غاز. sunlight اللي هو ضوء الشمس. sunlight. cleaner، cleaner يعني أكثر نظافة. cool، cool يعني مائل للبرودة، بارد يعني. ميلان دي مدينة في إيطاليا اللي هي مدينة ميلان في إيطاليا. dirty، dirty يعني قذر أو متسخ. building، building يعني مبنى. إنما كلمة apartment يعني شقة. apartment يعني شقة. تعالوا دلوقتي نشوف الدرس أو النص. بدأ النص بيقول لي A plant produces pollen، يعني النبات بينتج لنا اللي هي حبوب اللقاح. هنا flower في الزهرة. It uses pollen to make new seeds، فالزهرة بتستخدم حبوب اللقاح دي عشان تصنع بذور جديدة. The seeds travel away from the plant. بعد كده البولن دي اللي هي البذور اللي اتعملت من البولن دي بتنتقل بعيد عن النبات. need a new place to grow، عشان تدور على مكان جديد تنمو فيه. يبقى النبات بينتج لنا حبوب اللقاح، حبوب اللقاح دي بتنتقل من النبات لمكان اخر عشان تقوم نبات جديد او محصول جديد يعني. بعد كده بيسألني بيقول لي how do seeds move to new place. How do seeds move to new places؟ يعني ازاي البذور دي بتنتقل من مكان لمكان اخر عشان تقوم نبات جديد. تعالوا نشوف الطرق اللي بتنتقل بيها البذور دي. واول طريقة بيقول لي travel by air، ان هو ينتقل عن طريق الهواء. Some seeds can move in the wind، بعض البذور بتستطيع ان هي تنتقل او تتحرك في الرياح. These seeds are very light، البذور دي بتكون خفيفة جدا، عشان كده ايه الهواء بيستطيع ان هو ينقلها من مكان لمكان اخر. يبقى some seeds can move in the wind، these seeds are very light. الطريقة التانية
travel on animals، ان بعض البذور بتنتقل على الحيوانات. ازاي بقى؟ some seeds can stick، بتلتصق to an animal's fur، على فرو الحيوان. the animals move، الحيوان ده يبدأ يتحرك. and take the seeds with them، وتاخد البذور دي معاها، والمكان اللي هتسقط فيه البذور هتقوم لان نبات تاني. الطريقة الثالثة travel by water، ان بعض البذور بتسافر او بتنتقل عبر الماء. other seeds can float on water to find a new place to grow. these seeds are usually big and light، البذور دي في الغالب بتكون big كبيرة وفي نفس الوقت light يعني خفيف. يبقى دي الطريقة الثالثة اللي هي ايه travel by water. بيقولي other seeds can float on water to find a new place to grow، ان بعض النباتات بتستطيع انها float يعني تطفو on water على المية to find a new place لحد ما تجد مكان جديد to grow عشان تنمو فيه. these seeds are usually big and light، وبتكون big يعني ضخمة ولايت يعني خفيفة. يبقى دي طرق انتقال ايه البذور عشان تقوم لنا نبات جديد. التكست اللي بعد كده او النص اللي بعد كده بيقول لي is a plant cell big or small، يا ترى هي خلايا النباتات دي بتكون big يعني كبيرة ولا small صغيرة. بيقول لي a plant is made of millions of cells، النبات ده مصنوع من ملايين الخلايا. the plant cells are very very small، الخلايا بتاعت النباتات دي بتكون صغيرة جدا جدا. chloroplasts make the plant green، والبلاستيدات الخضراء دي هي اللي بتجعل النبات لونه أخضر. you can only see them with microscope، أنت بتستطيع أن أنت تشوف البلاستيدات الخضراء دي فقط بالميكروسكوب. the green plant cells make food for the plant، وكمان البلاستيدات الخضراء دي هي المسؤولة عن صنع الغذاء للنبات. they use sunlight، بيستخدموا ضوء الشمس، كربون ديوكسيد وثاني أكسيد الكربون، and water والمية. يبقى البلاستيدات الخضراء دي بتستخدم ضوء الشمس في وجود ثاني أكسيد الكربون وفي وجود المياه عشان تعمل عملية البناء الضوئي، وهنا بتتم عملية البناء الضوئي. يعني في عملية تبادلية ما بين الإنسان والنبات، الإنسان بيطلع الكربون ديوكسيد وبيستهلك الأكسجين، النبات عكس ذلك، النبات بيستخدم الكربون ديوكسيد بيستخدم الكربون ديوكسيد اللي بيطلعه الانسان وبينتج لنا اكسجين. دي عمليه تبادليه ما بين الانسان والنبات، عشان كده لازم نزود المساحات الخضراء، وده اللي هنشوفه في النص اللي جاي. النص اللي بعد كده بيقول لي how plants clean air، ازاي النباتات دي بتنقي الهواء. people need oxygen، ان الانسان او الناس عموما يعني محتاجين للاكسجين. so we can breathe، عشان نستطيع ان احنا نتنفس. in big cities، وفي المدن الكبيرة. the air is polluted، الهواء بيكون ملوث. because of factories، وده بسبب المصانع. and the cars، والسيارات. there is a lot of carbon dioxide، وفي الكثير من ثاني اكسيد الكربون في الهواء يعني. in the air يعني في الهواء. green plants، النباتات الخضراء. take carbon dioxide، بتاخد ثاني اكسيد الكربون from the air من الهواء. the plant cells، الخلايا بتاعت النباتات need carbon dioxide، بتبقى محتاجة ثاني اكسيد الكربون to make food for the plant، عشان تصنع الغذاء للنبات. the plants also produce oxygen، وفي نفس الوقت النباتات بينتج لنا الاكسجين. plants in our houses and parks give us oxygen، النباتات اللي موجودة في منازلنا وفي الحدائق give us oxygen، بتدلنا oxygen وبتاخد طبعا من الإنسان ثاني أكسيد الكربون. in some cities، وفي بعض المدن like Paris، زي مدينة باريس and ميلان، ومدينة ميلان في إيطاليا. people are growing plants on apartment buildings، الناس بينتجوا النباتات في الشقق بتاعتهم وفي المباني بتاعتهم. these plants، النباتات دي keep the buildings cool، بتخلي المبنى ده cool لطيف كده. and help with our air pollution، وبتساعد في تلوث الهواء. the people who live in the buildings، الناس اللي بتعيش في المباني دي can breathe
cleaner air، بيستطيعوا ان هم يتنفسوا هواء نقي. بعد كده جاب لي مجموعة من الكلمات، بيقول لي خلي بالك كلمة polluted يعني ملوث. In English بقى dirty from factories and cars، المخلفات بتاعة السيارات وبتاعة المصانع دي بنطلق عليها ايه؟ تلوث. Oxygen، oxygen طبعا خدنا قبل كده، بيقول لي a gas in the air that people need to breathe، هو غاز موجود في الهواء الناس محتاجاه عشان تتنفس. بعد كده carbon dioxide اللي هو ثاني اكسيد الكربون، a gas in the air that green plants use to make their food، ده غاز موجود في الهواء بيستخدمه النبات علشان يصنع الطعام بتاعه. ودلوقتي معادنا مع lesson 4 الدرس الرابع، والدرس الرابع في 3 parts 3 أجزاء زي ما احنا متعودين في كل يونت. عندنا short story و math درس connected with math، و part 3 بيكون pronunciation واللي بنتعلم من خلاله النطق الصحيح. تعالوا نبدأ بالvocabulary أو الكلمات. أول كلمة معانا land، land يعني أرض، خدناها قبل كده كتير. dry، dry يعني جاف. liter يعني لتر. pallion يعني مليار. وهناخد في درس الماث ان شاء الله numbers الارقام لحد pallion. بعد كده rain water اللي هو مياه الامطار. million يعني مليون. noisy ضوضاء. farm يعني مزرعة. وطبعا كلمة land اخدنا، يبقى الكلمات هنقولهم مع بعض مرة تانية. يلا land dry litter pallion rain water million noisy farm. تعالوا دلوقتي نشوف الverbs او الافعال. وأول فعل معانا grow يعني يزرع، والماضي منه grow، دي الأفعال الشاذة. live يعني يعيش، والماضي منه lived. decide يقرر، الماضي منه decided. plant يعني يزرع، والماضي منه planted. تعالوا نشوف الأذر words الكلمات التانية. أول كلمة معانا the United States، طبعا اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. polluted air اللي هو الهواء الملوث. work hard يعمل بجد. on the farm يعني في المزرعة. grandparents اللي هم الأجداد. life يعني الحياة. proud of يعني فخور بي. تعالوا دلوقتي how to describe a story، ازاي نوصف قصة. القصة دي ممكن تكون boring يعني مملة، ممكن تكون interesting يعني شيقة، ممكن تكون okay يعني جيدة، او ممكن انا لو ما فهمتش القصة هقول I don't understand يعني انا ما فهمتش. تعالوا نشوف part 1 الجزء الاول وهو a story. the title او العنوان locust and his farm، locust ومزرعته. locust lives on a farm in the United States، يعني locust ده كان بيعيش في مزرعة في الولايات المتحدة الامريكية. it is a very special farm يعني انها مزرعة مميزة. 40 years ago يعني منذ 40 سنة. the land was dry، الأرض كانت جافة. there was no farm، وما كانش في مزرعة. no one wanted to live there، وما كانش في حد عايز يعيش هناك. locust grandparents يعني أجداده بقى، جده وجدته. lived in the city، كانوا بيعيشوا في المدينة. but they didn't like it، بس هم ما كانوش بيحبوها، يعني ما كانوش بيحبوا ان هم يعيشوا في المدينة. they didn't like the polluted air and the noisy، عشان هم ما كانوش بيحبوا الهواء الملوث ولا الضوضاء. they wanted to have a farm، وكانوا ارادوا ان هم يبقى معاهم مزرعة. they decided to buy some land، وقرروا ان هم يشتروا بعض الارض. at first في البداية life was very difficult، الحياة كانت صعبة جدا. they worked very hard،
هم عملوا بجد. And they planted millions of seeds. وزرعوا ملايين البذور. They used rain water to water the seeds. يعني استخدموا مياه الأمطار عشان يرووا البذور. They needed about a billion liter of water a year. كانوا بيحتاجوا بليون مليار يعني لتر من المية في السنة. They grow many fruits. وزرعوا العديد من الفواكه like oranges and lemons زي البرتقال والليمون. They brought animals وكمان أحضروا حيوانات to the land للأرض اللي هم اشتروها دي. They planted trees and flowers زرعوا الأشجار والورود. Today واليوم locust lives on the farm with his mom and dad. دلوقتي هو بيعيش في المزرعة دي مع بابا ومامته. They are very happy وهم سعداء جدا. And they have a good life وعندهم حياة سعيدة جدا. They are very proud of locust grandparents يعني هم فخورين بأجداد جد وجدة الولد لوكس. They used the plants to make the land green يعني هم استخدموا النباتات عشان يخلوا الأرض دي إيه green لونها أخضر خضراء يعني. عندنا بعد كده ممكن نقرأ لكم النص مرة تانية عشان نتعود على القراءة. Locust and his farm. Locust lives on a farm in the United States. It's a very special farm. 40 years ago, the land was very dry. There was no farm. No one wanted to live there. Locust's grandparents lived in the city, but they didn't like it. They didn't like the polluted air and the noise. They wanted to have a farm. They decided to buy some land. At first, life was very difficult. They worked very hard and they planted millions of seeds. They used rainwater to water the seeds. They needed about a billion liters of water a year. They grow many fruits like oranges and lemons. They brought animals to the land. They planted trees and flowers. Today, locust lives on the farm with his mom and dad. They are very happy, and they have a good life. They are very proud of locust's grandparents. They used plants to make the land green. وده كان النص. عندنا بعد كده some question. تعالوا نوضحها مع بعض. Question number one. Why did locust's grandparents plant seeds? يا ترى ليه اجداده زرعوا البذور؟ Question number two. How did Lucas's grandparents change the land? ازاي لوكاس واجداده غيروا الارض دي؟ Why do you think Lucas likes the farm? يا ترى ليه بتعتقد ان لوكاس بيحب المزرعه دي؟ يعني نحاول نجاوب على الاسئله دي individually. تعالوا دلوقتي نشوف بارت 2 الجزء الثاني وهو connected with math مرتبط بمادة الرياضيات أو الحساب وهناخد numbers الأرقام. طبعا أول رقم معانا 100 100 يعني 100 احنا خدنا الرقم ده وحفظناه. 1000 1000 يبقى 1000. 10,000 يعني 10,000. 100,000 يبقى 100,000 يعني هنا 100 في خانة الألف هنا وهنا عندنا 3 اصفار يبقى ده كله 100,000 100,000. بعد كده a million a million اللي هو المليون بقى 100 مليون 100 مليون. a billion اللي هي المليار 1000 مليون 1000 مليون ده ايه المليار. تعال نقول الكلمات مرة تانية 100 1000 10,000 100,000 million 100 million billion. دلوقتي تعالوا نعرف القيمة المكانية لكل رقم. تعال بالترتيب كده نعرف طبعا أول خانة بتبقى عندنا once
اللي هي الأحد، tens اللي هي العشرات، hundreds اللي هي المئات، thousands الألوف، ten thousands عشرات الألوف، hundred thousands اللي هي مئات الألوف. بعد كده هيبقى معانا خانة جديدة بقى، احنا كل ده واخدينه اليونت 1. النهاردة بقى هنضيف millions اللي هي الملايين، ten millions عشرات الملايين، hundred millions مئات الملايين، وآخر خانة هتبقى معانا اللي هي billions billions اللي هي المليارات. هنا بيقول لي ندرس في هذا الدرس القيمة المكانية للعدد، حيث هناك فرق بين قيمة العدد القيمة المكانية. يعني مثلا الرقم 9 قيمته المكانية في الأحد 9، والرقم 150 القيمة المكانية هي ايه؟ المئات. كده ايه 150؟ 150 بس دي قيمته عشان ما فيش اصفار تانية يعني جنب منه. دي الخانة المكانية هي وانس اللي هي الأحد، تنس اللي هي العشرات، طبعا الأحد from 1 to 9، العشرات tens from 10 to 99، يبقى كده احنا في خانة العشرات. hundreds اللي هي مئات، يعني دي الرقم ده كده 100، والحاد 999، دي كلها خانة المئات. طب ندخل على خانة الألوف بقى، thousands start from 1000 اهو بدءا من 1000، والحد 9999، ده كله خانة thousand الألوف. طيب 10 thousands عشرات الألوف، هنا عندنا الرقم 10 يبقى 10 thousands عشرات الألوف. بعد كده hundreds اللي هي 100 thousands مئات الألوف، 100 thousand، يعني كده هنقول هنا ايه 100 thousands، والباقي كله زي ما هو. millions millions بقى دخلنا في خانة الملايين، عندنا هنا 1 million 1 million. بعد كده 10 مليونز عشرات الملايين، كده دول 10 مليونز والاصفار دي كلها موجوده عندي. بعد كده 100 مليونز اللي هي 100 مليونز اللي هي مئات الملايين. بقى اخر حاجه معانا بليونز اللي هي المليارات، يبقى ده كده ايه؟ مليار باللغه العربيه، مليار بالانجلش بليون، بليون يعني مليار. ودي كانت القيمه المكانيه للاعداد. كده وصلنا معاكم لبارت 3 الجزء الثالث، وهو متعلق بالبرونسيشن او النطق. وهناخد هنا اس دبليو والنطق بتاعها سوا سوا، يعني الاس مع الدبليو، نطقها بسيط جدا طبعا، بنطق الاس اللي هي السين والدبليو اللي هي الواو، يبقى سوا سوا زي كلمه سوام سوام، سوان سوان، سويتس سويتس، سواتش سواتش، سويب سويب. طبعا اول كلمه سوام يعني يعوم، بعد كده سوان اللي هي البجعه، سويتس حلوى، سويتش اللي هو مفتاح الكهرباء، واخر حاجه معانا سويب يعني يكنس. طبعا دي حروف ساكنه كونسونانت، فنطقها بسيط وسهل جدا، تختلف عن الفاولز او الحروف المتحركه. وعندنا كمان نطق الاس ال، وتنطق كما هي كده سل سل، زي كلمه سلايس يعني شريحه، سليبرز يعني شبشب، sleep يعني ينام. تعالوا نقرأ الكلمات كلها مع بعض، يلا. swam swan sweets swatch sweep slice slippers sleep. عندنا ملاحظة بسيطة هنا، بيقول لي لاحظ استخدام if you l المقطع if you l، وبضيفه للاسم عشان يديني الصفة. يعني مثلا color لون، colorful ملون او زاهي او كثير الالوان، يعني beauty جميل او جمال، beauty sorry beauty جمال، beautiful جميل، care يعتني بي، careful حريص، help يساعد، helpful متعاون، use يستخدم، يصفل مفيد. يبقى الناون او الاسم بضيف له if you l بيديني ال adjectives أو الصفة. وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية lesson 4، وتعالوا نشوف lesson 5.
ودلوقتي ميعادنا مع ليسن 5 وطبعا مضمون مع ليسن 6 اللي هو بروجكت او المشروع. وعنوان الدرس Life Stages of a Sunflower، يعني مراحل الحياة بالنسبة لزهرة دوار الشمس. تعالوا نبدأ بالفوكابلوري أو الكلمات. أول كلمة معنا root. root يعني جذور. root مفرد يبقى جذر root. seed seed يعني بذرة، يبقى root وجمعها roots، seed وجمعها seeds يعني بذور. soil soil التربة. shot يعني نبتة. sunflower قلنا اللي هو دوار الشمس، هنلغي كلمة عباد دي. sunlight اللي هو ضوء الشمس. process يعني عملية. purpose اللي هو نبات البردي، يعني معظم الكلمات دي خدناها في lesson 1 لو انتوا فاكرين. بعد كده نايل دلتا اللي هي دلتا النيل. paper paper يعني ورق. basket يعني سلة. sandals اللي هو الصندل. leaves اللي هي الأوراق. بعد كده الـ verbs أو الأفعال. put يعني يضع. start يبدأ. face يواجه. drop يرمي أو يلقي. germinate يعني ينبت. germinate يعني ينبت. و die يعني يموت. تعالوا نشوف دلوقتي الدرس. تعالوا دلوقتي ندرس اللي هي ترتيب عملية النمو أو مراحل عملية النمو. عشان ندرسها لازم نبقى في الأول عارفين الكلمات دي. first يعني أولا. next التالي. after that وبعد ذلك. finally يعني أخيرا. يبقى أعرف الأربع كلمات دول وأحفظهم كويس جدا. first next after that finally. بيقول لي first you plant the sunflower seed in soil. أول حاجة بنعملها إحنا بنضع البذور بتاعة دوار الشمس في التربة. next the seed germinates and it starts to grow roots under the soil. بتبدأ البذرة دي في النمو، وأول حاجة بتكونها roots اللي هي الجذور، ودي بتكون under soil تحت التربة. after that وبعد كده the shot grows above the soil. بتبدأ تظهر معانا النبتة أعلى التربة. يبقى after that the shot shot اللي هي النبتة يا ولاد. grows يعني تنمو. above the soil أعلى التربة. after about 4 months وبعد حوالي 4 شهور the sunflower opens and faces the sun. بتبدأ زهرة عباد الشمس إن هي تفتح الزهرة بتاعتها وتواجه الشمس. finally the sunflower dies. بعد كده بتموت طبعا. and drops its seeds وتسقط البذور بتاعتها. دي كانت دورة حياة sunflower أو دوار الشمس. تعالوا مع بعض مرة تانية يلا. first you plant the sunflower seed in soil. next the seed germinates and it starts to grow roots under the soil. after that the shot grows above the soil. after about 4 months the sunflower opens and faces the sun. finally the sunflower dies and drops its seeds. دي كانت مراحل نمو زهرة دوار الشمس. وبعد كده عندنا بعض المعلومات عن البيبرس او نبات البردي، نبات مصري. بيقول لي why was papyrus an important plant. ليه هو نبات مهم؟ because ancient Egyptians وده لان قدماء المصريين used it استخدموه to make paper عشان يصنعوا منه الورق. they also made sandals and baskets from papyrus. papyrus can help to clean water وكان بيساعدهم في تنظيف المياه. where does it live؟ يا ترى كان بيعيش فين نبات البردي ده؟ near the Nile اكيد طبعا بالقرب من مصدر المياه اللي هو نهر النيل. السؤال الأخير هنا what does the plant need؟ يا ترى بيكون محتاج ايه؟ water air soil and sunlight. بيبقى طبعا محتاج للمية وللهواء والتربة تكون موجودة طبعا وسانلايت اللي هو ضوء الشمس. ودي المعلومات بتاعت بيبرس اللي هو نبات البردي. بيبرس is a very special plant. it's famous because ancient Egyptian used papyrus to make paper. they also made sandals and the baskets from papyrus. papyrus need a lot of water and warm weather to grow quickly. it grows in the Nile Delta near the river.
يعني بينمو بالقرب من النهر. وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية يونت 3. استنونا في شرح يونت 4 ان شاء الله. ما ننساش ان احنا هيكون عندنا ان شاء الله اكسرسايز او امتحان على يونت 1 2 3 بداية الشهر القادم ان شاء الله. هنزل لكم مراجعة باذن الله على الثلاثة يونت. استنونا، اضغط اشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. Goodbye.